أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما رأيك في الطريقة التيجانية بارك الله فيك؟ كل ما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مردود من جميع الطرق، ولا نسمي طريقة معينة، بل نقول كل ما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الفرقة الناجية، وما عداها فإنها متوعدة بالنار من أي فرقة وبأي اسم، سمها ما تشاء. العبرة بالمخالفة، فما كان مخالفا لهدي الرسول فهو مردود ومرفوض، وصاحبه مبتدع حتى يتوب إلى الله عز وجل.